كي تكون المعرفة يقينية لا بد أن تكون قضية أولية، يعني ثابتة بذاتها لا تحتاج إلى إثبات، أو مؤسسة على قضية أولية. ما هي الأوليات يا شيخ الفلاسفة؟ قال ستة، يعني تسمى هي البديهيات عشان نكون أكثر دقة، هي البديهيات. والأوليات أبده البديهيات، يعني تسمع أنت إيه البديهيات؟ البديهيات عند أرسطو ستة، أبدهها على الإطلاق يعني أوضحها، الأسس هي الأوليات. الأوليات ثم المحسوسات، بعضهم يسميها المشاهدات، وهذه تسمية أقل إيه؟ أقل تعبيراً في الحقيقة، لأنها أوسع من خصوص المشاهدات. المشاهدات إيه؟ حسيات منالة إيه بالبصر. المحسوسات لها علاقة إيه؟ بالحواس كلها، الظاهر الخمس والباطن أيضاً. ولذلك أنا مع إصطلاح إيش؟ إيه؟ مش المشاهدات، المحسوسات. وبتنقسم حسيات ووجدانيات. إذا لدينا الأوليات، لدينا المحسوسات، لدينا التجريبيات، لدينا المتواترات، لدينا الحدسيات، وأخيراً الفطريات. هذه هي البديهيات في الفلسفة الأرسطية. الأوليات هي أمور يكفي تأمل طرفيها ليجزم العقل إيه بها، لا تحتاج للإثبات، مجرد تتصور الطرفين يعني الموضوع والمحمول أبداً تجزم مباشرة. أنت حين تسمع مثلاً النقيضان لا يجتمعان، مجرد تصورك لمعنى النقيض ومعنى النقيضان يعني ومعنى عدم الاجتماع، عدم الاجتماع أو استحالة الاجتماع، تجزم أن هذا صحيح. مجرد تصورك لمعنى الكل والجزء يجعلك تجزم بصحة القضية القائلة الكل أكبر من أجزائه، الكل أكبر من أجزائه وأكبر من أي جزء طبعاً إيه؟ من أجزائه، يعني المقصود صحيح، هذه قضية صحيحة، الاثنان أكبر من واحد، قضية أولية، ما في كلام، ما في، هذه أوليات، هذه أبده البديهيات. قبل أن أستثلي ينبغي ألا نقف هنا كثيراً، لأن هذا موجود في الكتب، يمكن أن تعودوا حتى في كتب المنطق هذا مشروح. قد يقال هل البديهيات كلها واضحة هذا الوضوح؟ لا، الأوليات واضحة هذا الوضوح، الأوليات واضحة وضوحاً تاماً، مجرد تصور الطرفين يكفي إيه في الجزم بالقضية، انتهينا. مش كل البديهيات، عجيب تقول لي بديهية وغير واضحة، نعم بديهية وغير واضحة، كثير من البديهيات يحتاج معها المرء إلى التنبيه، تسمى المنبهات. إذا تنبه المرء يتنبه، يقول صح مصبوط، أنا غلط في هذه مع أنها إيه بديهية. وكل ما ذكر أرسطو من إيه الست هي بديهيات، وإن كان أبدهها الأوليات، وإن كان أبدهها الأوليات. إذن هذه هي الأوليات. طيب بعد ذلك قلنا ماذا؟ قلنا المحسوسات. المحسوسات ما ينال بالحس الظاهر، يعني المبصرات، المسموعات، المذوقات، المشمومات، الملموسات، كل ما ينال بوسيلة من وسائل الحس هو داخل في ماذا؟ ولذلك أرسطو يعتبر الحس مصدراً للمعلومات بديهياً، مصدراً بديهياً. إذن أرسطو يعتمد الحس أو لا يعتمد؟ يعتمد، يعتمد الحس. وهناك أيضاً ما ينال بالحس الباطن وتسمى الوجدانيات، ما ينال بالحس الظاهر اسمها الحسيات، مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات، ملموسات، اسمه إيه؟ الحسيات، محسوسات، حسيات، وجدانيات. وما ينال بالحس الباطن هو مثل إيش؟ مثل شعوري بالخوف، شعوري بالوجل، شعوري بالخجل، شعوري بالجوع، شعوري بالطمع، شعوري بكل المشاعر المختلفة، هذه وجدانيات، هذه إيه؟ وجدانيات، واضح؟ تمام. على فكرة، على ذكر حتى الوجدانيات قبل أن نأتي إلى النقاش الفلسفي المعمق، الوجدانيات ليس لها واقع خارجي، بمعنى إيه؟ الخارج الخارج، يعني خارج إيه؟ خارج كيان المدرك حتى يقال إيش؟ إنها حق. طب ألا تؤمنون بأن الوجدانيات حق؟ أكيد. عموماً ما يعرف بالعلم الحضوري، العلم علمان، علم حصولي وعلم حضوري، كل ما نتحدث فيه هذا علم حصولي. إن تكلمنا عن العلم الحضوري وله أقسام، لكن أهم هذه الأقسام الأربعة وهو قسم لم يقع تقريبا فيه اختلاف، هو ماذا؟ علم الذات بذاتها، علم النفس بنفسها. الآن علمك بنفسك، أول شيء يتميز بماذا؟ العالم هو المعلوم. العالم هو المعلوم، وهما علم بلا واسطة، علم بلا ما في توسط، العالم هو المعلوم، المعلوم حاضر عند العالم بذاته
مش صورة منه. الآن أنا أراك، هذه صورة حسية، أنا منك صورة سنسوري يعني، صورة حسية، وهذه تترجم في دماغي. التفت عنك هكذا، تبقى هذه الصورة الحسية إيش؟ محفوظة عندي في مخيلتي، صحيح؟ يسمونها المخيلة هكذا، كانوا الفلاسفة القدماء الكلاسيكيين في المخيلة. فهذا علم بقي محفوظا في المخيلة، تبقى. وبعد ذلك رأيتك مرة أخرى أعرف، إن سبق لي يعني معرفة بك وعرفتني بنفسك، أقول لك أنت فلان الفلاني من خلال هذه الصورة. لكن هذه الصورة ليست أنت، ليست أنت، ولا تترتب عليه الآثار الخارجية التي تترتب عليك أنت، أليس كذلك؟ الآن صورة النار في ذهني تترتب عليه آثار النار، مستحيل، إذا لاحترق ذهني. صورة الثلج في ذهني تترتب عليه الآثار الخارجية للثلج في الخارج، مستحيل، إذا إيش؟ لتجمد ذهني. يعني المفهوم لا تترتب عليه إيش؟ الآثار الخارجية للمصداق. مفهوم الماء غير الماء، مفهوم النار غير، وهذا المفهوم هو صورة ذهنية، صورة ذهنية مأخوذ أصلها بطريق إيش؟ الحس، بطريق الحس في توسط. بس علمي بنفسي، علمي بخوفي، علمي بجوعي، علمي بوجلي، علمي كذا، علمي بكذا، المعلوم حاضر عند العالم مباشرة بغير توسط، هذا اسمه العلم الحضوري. الآن الذين يقولون معيار الحقيقة الشيء اللائي الموجود في الإيه؟ في أفق الخارج موضوعياً مستقلاً عن الذهن، هذا المعيار غير كافي، واضح أنه قاصر جداً، معيار ساذج هذا، لأنه تخطى ماذا؟ تخطى العلم الحضوري، لا يدخل فيه المعلومات الحضورية. وإيش المعيار هذا؟ شفتوا؟ فلسفة دقيقة، الفلسفة تعلمك أن تفكر بدقة شديدة جداً، ولذلك لا تتورطوا في القول، حتى مش في الجزم، لا تتورطوا في القول في قضايا فلسفية معمقة من غير دراسة معمقة. فلسفة مش لعوبة، مش ألهية، كل واحد يقول لك وجهة نظري اللي شايفه، لا لا لا، ادرس دراسة منهجية دقيقة متأنية متدرجة، خذ وقتك، وتحتاج إلى وقت طويل طويل حتى لا تخطئ، حتى لا تخطئ، تقترب من الحقيقة أكثر فأكثر. اللهم علمنا ما ينفعنا. طيب، إذن إخواني، الحسيات أو المحسوسات عفوا، منها حسيات ومنها وجدانيات، فهمنا هذه وفهمنا هذه. بعد ذلك التجريبيات، الطفل يعلم بسرعة أن النار محرقة، جرب هذا مرة مرتين خلاص يبتعد عنها. العالم بطريقة الاستدلال الاستقرائي inductive reasoning يعلم أن مثلا المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، أجرى مئات إن لم يكن آلاف، إن لم يكن عشرات آلاف التجارب على مئات المعادن المتماسك منها والسائل. هتقول لي في معدن سائل؟ طبعا الزئبق، الزئبق معدن لكنه سائل مثل الماء، ومعدن هذا من المعادن، واضح؟ طيب، وانتهى الحكم بأن المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بما فيها الزئبق، فعلا عشان هيك بيشتغل الترمومتر حسب الحرارة. هذا هذا inductive reasoning، هذا استدلال استقرائي، التجريبيات، هذا التجريبيات، هذا التجريبيات. وعلم الطفل بأن النار لاذعة ومحرقة بعد أن تلذعه مرة أو مرتين أو ثلاث، أيضا هو داخل في التجريبيات. أرسطو يعتبر هذا من البديهيات، يعتبر هذا من البديهيات. التجريبيات المتواترات هذه سهلة بالذات عند المسلمين، لأنهم يسمعون كثيرا حديث متواتر، حديث متواتر، نفس المعنى، نفس المعنى في علم مصطلح الحديث هو في علم الفلسفة أو في الفلسفة. التواتر هو أن يخبر جماء غفير عن مثلهم إلى النهاية، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طب لماذا تحيل العادة؟ يعني في العادة من المستحيل أن يتفقوا على هذه الأزعومة أو هذه الأكذوبة. لماذا؟ أول شيء لأنهم ربما من بلاد مختلفة، من أديان مختلفة، من أعراق مختلفة، من مذاهب مختلفة، ربما حتى يكونوا متعادين متخاصمين. يعني الآن الناس الذين يخبرون عن قارة أستراليا، هل يمكن لأحد أن يشكك في وجود قارة أستراليا؟ يقول ما شفتهاش، شفتها؟ ما شفتهاش، إذن ما عندكش دليل. إيش ما عندكش؟ متواتر، متواتر، الكل يتحدث عنها، الكل يتحدث عن هذه حتى قبل عصر الكاميرات وكذا، أيام الكشوف الجغرافية، وأمام الرحالة وما الرحالة والناس اللي أخبرت وقالت، أليس كذلك؟ تواتر، تواتر وجود هذه، كما تواتر طبعا يعني الخبر والأخبار بألوف ألوف ما لا يحصي إلا الله من الأشياء المتواترات. إذن عند أرسطو ماذا؟ من البديهيات، واللي بتأسس عليها بكون يقيني، بتأسس عليها
طريقة صحيحة بكون إيه؟ يقيني. واضح؟ نعم. إذن حسب أرسطو اعتقادنا بوجود أستراليا اليوم يقيني. أنا أعتقد بيقين هذا، ما عندي شك فيه، ما عندي شك إطلاقا، هذا يقيني مبرر حسب إيه؟ أرسطو. واضح؟ الحدسيات، ما هي الحدسيات؟ مش بالمعنى العام عند الناس هيك، لا، طبعا في اختلاف، يعني هذه ربما تكون من أغمض النقاط. الحدسيات هي أشياء ينالها العقل بملاحظة إيه؟ شيء، بملاحظة إيه؟ شيء يدل على ارتباط شيء بشيء. هذه الملاحظة قد لا تكون إيه؟ يعني مجسدة، محددة إيه؟ العقل بشكل واضح. يضربون مثلا مشهورا جدا في كتب إيه؟ المنطق والفلسفة، وهو أن القمر يستمد نوره من الشمس. قال لك هذه قضية حدسية، عرفنا هذا بالحدس، مش من القضايا السابقة، أكيد مش من القضايا السابقة. طب كيف عرفنا هذا؟ قال لك إيه؟ لأن الإنسان لاحظ اختلاف ضوء القمر بحسب إيه؟ بحسب موضعه من الشمس وحركته تابعة للأرض طبعاً. وكلهما بلا شك لهم علاقة، إيه؟ لأن أرسطو ما كانش يعتقد إيه؟ أن الأرض والقمر يدوران حول إيه؟ الشمس، العكس طبعاً، بغض النظر نفس الشيء. هذا مفسر. فإذا قال لك بده يكون إيه؟ هو السبب الشمس. إذا القمر يستمد نوره من الشمس، قضية حدسية، قضية حدسية. ضربت لكم مثلاً في خطبة قبل ربما 3 سنوات أن العلماء الآن الباحثين في علم الأعصاب وكذا توصلوا إلى أن بعض الرجال وخاصة عندهم خبرة في هذا الموضوع يستطيع أن يعرف مثلاً بأن زوجته تريده وترغب فيه، لا يعرف كيف. باللغة الفلسفية نقول حدسياً، هو عارف هذا حدسياً. علم الأعصاب فسر لنا هذا، قال لك دماغ الإنسان، وباللغة إيه؟ يعني التحليل النفسية، العقل الباطن عنده يلاحظ شيئاً في عيني الزوجة غير محدد له، كلما لاحظه يعلم إيه؟ أنها مثلاً تريده فيقضي حاجتها بما أحل الله، لكن بطريقة حدسية. العلم وضع الأصبع عليه بالضبط، قال لك اتساع الحدقة، الدماغ يلتقط هذا، عقلك الواعي تماماً لا يلتقط هذا. إذا هذه قضية حدسية، هذا مثال أعتقد جيد جداً، أحسن من مثال ضوء القمر هذا. أنا أضربه إن شاء الله أكون صائماً فيه لموضوع الحدس، لموضوع إيه؟ الحدس. عندنا أخيراً إيش؟ القضايا إيه؟ الفطرية، الفطريات، الفطريات عكس الأوليات. شوف أبدأ البديهيات هي الأوليات، الفطريات أضعفها إيه؟ في البداهة، لكنها بديهية أيضاً عند أرسطو. هتقول لي هذا الكلام ما فيش فيه نقاش، في نقاش ولا نخوض فيه الآن، في نقاش كلام أرسطو هذا، لكن إحنا نعرض. الفطريات هي قضايا على عكس الأوليات، بمعنى إيش؟ أنه لا يكفي تصور طرفيها للجزم بالقضية، لا. طب ما المطلوب؟ لابد من تصور الطرفين وتوسيط وسط. إذا وسطت الوسط أيمكنك الجزم إيه؟ بالقضية. مثل ماذا؟ الآن أنت لو تصورت مفهوم الأربعة وحده ومفهوم الاثنين، لا يحصل لديك جزم بماذا؟ بعلاقة بين إيه؟ الاثنين والأربعة. لكن لو وسطت وسط مثلاً إيش؟ النصف، لديك تصور مفهوم النصف، الشيء يكون نصف الشيء، الشيء يكون نصف الشيء، حينئذ أو حالة إذ تجزم بأن الاثنين نصف الأربعة، أو العكس أن الأربعة ضعف الاثنين، مفهوم الضعف. واضح؟ إذا لدي إيش هنا؟ طرف وطرف آخر، الاثنان الأربعة، بلا وسط ما بصير جزم، اثنان وأربعة. لكن إن وضعت في إيه؟ في المنتصف الوسط، وهو إيش؟ النصف، مفهوم النصف، العقل مباشرة إيش؟ يهتدي إلى النتيجة أن الاثنين نصف الأربعة، فصار لدي 3 أشياء، طرفان ووسط. مثل هذه القضايا تسمى القضايا إيه؟ الفطرية. هذه هي البديهيات الستة أو الست، انتبهوا لأنه إيه؟ النعت، إذا لحق المنعوت يجوز فيه التذكير والتأنيث، يعني 6 بديهيات لا يجوز إلا هذا. ممنوع تقول لي 6 بديهيات، غلط، لحن نحوي، لأنه بديهية مؤنث، 6 بديهيات. لكن قلت بديهيات 6 أو بديهيات 6، كلاهما صحيح، معلومة نحوية على هامش. جميل جدا.